دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق تعرض لمحاولة اغتيال، وده بعد إطلاق نار عليه أثناء تجمع انتخابي له في ولاية بنسلفانيا أدى إلى إصابته في أذنه ومقتل شخص آخر كان بجواره، بالإضافة إلى إصابة آخر في مشهد تابعناه جميعا بالأمس. وبعد إصابة الرئيس الأمريكي السابق تدفقت رسائل الدعم له من عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين، أبرزهم الرئيس الحالي بايدن، واللي أصدر بيان تمنى له الشفاء والصحة وقال نصلي من أجله. منذ ساعتين تقريبا خرج دونالد ترامب من المستشفى بعد الاطمئنان على حالته الصحية. تعرف على تفاصيل أكثر معانا على الهاتف من الولايات المتحدة الأمريكية دكتور ماك شرقاوي المحلل السياسي المتخصص في الشأن الأمريكي. صباح الخير يا دكتور. أهلا وسهلا، صباح الخير يا أستاذ محمد وصباح الخير يا منة. أهلا بيك يا دكتور. تفاصيل ما حدث بالأمس يعني واقعة جديدة على المجتمع الأمريكي بتفتح باب للعنف السياسي، ما حدث بالأمس لدونالد ترامب المرشح الرئاسي في المجمع الانتخابي؟ أعتقد أن محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب أحسابها تفتح الكثير من علامات الاستفهام، خاصة أن الموضوع ليس يعني مهووس عقليا أو بعمل فردي، واحد من الديمقراطيين يائس أو من فوز الحزب الديمقراطي أو فوز بايدن بالانتخابات، لا، الموضوع فيه سنايبر، فيه قناص يعني قناص ومحترف. ليه؟ لأن يعني اللي أنقذ ترامب أنه له عادة وهو بيتكلم بيتفاعل مع الجمهور فبيحط ايده الشمال على البوديوم ويلف عشان يكلم الجانب الايمن من الجمهور اللي موجود. الحركه اللي عملها دي هي اللي خلته عمل شيفتنج، يعني اتحرك بسنتيمترات قليله، هي اللي خلت الطلقه ما تجيش في جمجمه وتيجي في الاذن، وهي اخترقت غالبا صوان الاذن ودخلت بعد كده. على فكره اللي مات واحد والمصابين اثنين حالتهم خطيره. صحيح. والثلاثه من الرجال واللي هم كانوا وراه في المنطقه. غير ان الشوتر قتل ويعني تم اطلاق النار عليه فورا وقتله، لان هو كان بيعتلي مبنى في قباله المقر اللي كان فيه الرالي الانتخابي. فالموضوع بالتاكيد ما هوش موضوع ناس هاوي او صح. الموضوع واحد متضايق او زعلان او واحد معتوه او مجنون، لا لا، الموضوع ممكن يكون له ابعاد. دكتور، ليست المرة الأولى اللي بيتعرض فيها ترامب لمحاولة اغتيال، يمكن 2020 تعرض لمحاولة اغتيال، 2018 حصل إخلاء لمقر انتخابي له، 2016 برضه حصل محاولة اغتيال، نقدر نقول بالرغم من إنها كلها محاولات فاشلة لكن المرة دي نقدر نعتبرها يوم فاصل في شكل التاريخ الأمريكي، وسارع كتير من المسؤولين إنهم على منصات أكس يعبروا عن استيائهم، إحنا متخيلين إن ده هيأثر ازاي على شكل السباق الانتخابي في الفتره القادمه؟ هو ما فيش شك ان ترامب هيستفيد تماما بالواقعه، لدرجه ان في بعض الناس تخيلوا انه ممكن يكون هو وراء هذا الموضوع. طبعا ده كلام غير عاقل ابدا، يعني ان لا يمكن حد يغامر بحياته ان تكون هناك طلقه يمكن ان تخترق جمجمته عشان مكسب انتخابي. فالموضوع بالتاكيد يعني لا علاقة لترامب بيه، ولا أعتقد لا علاقة ببايدن أيضا بيه، لأن الحزب الجمهوري لو فكر في حاجة زي دي يبقى بيحكم على نفسه بالإعدام سياسيا، لن يكون هناك حزب ديمقراطي بعد ما لو ده كان الإجراء، وهو إقصاء الخصم بالقتل يعني، ويعني أنك أنت تنهي الصراع الانتخابي باغتيال الخصم يعني. فأعتقد أن الموضوع بالتأكيد ليس العلاقة ببايدن أو بالإدارة الموجودة بهذا الموضوع، ولكن لا شك أن الموضوع لديه يعني ترتيبات، وأن الموضوع ممكن بعد النهاردة في المؤتمر الصحفي المعمول دلوقتي الاف بي اي قالوا أن يعني مش عايزين نقول أن ده يعني لون وولك اللي هم الذئاب المنفردة اللي هي ممكن تكون عملية إرهابية، ممكن تكون عملية من خارج الولايات المتحدة الأمريكية. لغاية دلوقتي كل التكهنات
يعني مطروحه. القاتل الشوتر ما فيش معاه اي ما يثبت شخصيته، ولكن هم اخذوا عينه الدي ان ايه بتاعته وخدوا طبعا صور له، بيحاولوا بقى بالبايومتريك في بتاع الامريكيه يصلوا الى معلومات عنه. لم يتم اطلاق اي معلومه عن القاتل لان في تحقيقات جاريه الى الان. صحيح. حتى المصابين لم يطرحوا اساميهم، ان لابد من ابلاغ اهاليهم الاول وبعد كده بيتم اعلان المصابين القتيل والاثنين مصابين من انصار ترامب اللي كانوا خلف في المناطق. دكتور ماك شرقاوي المحلل السياسي المتخصص في الشأن الأمريكي، شكرا جزيلا لحضرتك. طبعا حادث سيكون له ما بعده خلال السباق الرئاسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. بالأمس طبعا على موقع إكس كان في عدد كبير جدا من التغريدات والتويتس بتدين مثل هذا الحادث. باراك أوباما تحدث وقال إنه لا مجال للعنف السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية. بايدن أيضا اطمأن على منافسه دونالد ترامب. فبالطبع تداعيات المشهد بالأمس سوف يعني نتابعها خلال الفترة المقبلة، وستلقي بظلالها بالتأكيد على السباق الرئاسي.